يشكل بدء تطبيق الاتفاق الإيراني تحولا استثنائيا في اقتصاد إيران التي عانت منذ عام 2006 حصارا اقتصاديا قاسا. فمع رفع العقوبات أبرمت إيران الكثير من العقود مع الدول الأوروبية لإنعاش اقتصادها. في التقرير التالي نستعرض أبرز المشاريع والصفقات الاقتصادية التي عقدت بين جهات أوروبية وإيران بعد الاتفاق النووي. في إطار الاتفاقيات والمشاريع التي تسعى إيران إلى إبرامها في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي مع الدول الست لإنعاش الاقتصاد الإيراني، وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية عقوداً جديدة لتوريد النفط إلى أوروبا مع شركات نفط أوروبية على غرار العقود القديمة الموقعة، على سبيل المثال مع شركة توتال الفرنسية. كما تصدر إيران النفط والغاز إلى أوروبا من عبر شركة هيلينيك بتروليوم اليونانية التي تعد كبرى شركات تكرير النفط في اليونان، فضلا عن شركة لوك أويل الروسية وشركة سيبسا الإسبانية، إذ إن إنتاج إيران من النفط الخام زاد بعد رفع العقوبات الدولية. والله هي لاردنا بشكل إجمالي نقول، أولا إيران دولة مصدرة للنفط، في فترة العقوبات كان هذا موضوع وانخفض بشكل كبير. يعني الآن بعد رفع العقوبات هناك توقعات بأن تزيد إيران من إنتاجها الإجمالي بميزان مليون برميل باليوم، فهذا في القطاع النفطي. في قطاع التصنيع والمصانع كما تعلمين هناك شركات أجنبية كشركة بيجو وغيرها بعثت وفود إلى إيران استثمرت هنا، كما أيضا في باقي يعني القطاعات التصنيع العسكري أو غيره هناك تحرك يعني. فيعني أيضا في القطاع النفطي وفي الاقتصاد المبتني على غير النفط هناك تحرك، خاصة في قطاع الزراعة. يعني شهدنا ورود يعني قطاع غيار، شهدنا يعني تمويل، وهذا هو تنشيط للاقتصاد. كما وقعت إيران وإيطاليا 6 وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات، وشملت الوثائق الموقعة في القطاعين الحكومي والخاص مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي والنشاطات الثقافية، ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارتي الطاقة الإيرانية ووزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، وثالثة في إطار تعاون البلدين في قطاع السكك الحديدية. كما وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة إنن الإيطالية والشركة الوطنية لصادرات الغاز الإيراني، ومذكرة تفاهم للتعاون بين شركة المطارات الإيرانية وشركة مطارات ميلان الإيطالية، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون بين شركة كار غاز سيستم الإيرانية وشركة دانلي الإيطالية في مجال إنتاج الأسلاك والأحزمة التي تستخدم في صناعة السيارات. وفيما يخص قطاع الطيران، حصلت بوينغ من وزارة الخزانة الأمريكية في شباط فبراير على موافقة لاستئناف الاتصالات مع الشركات الإيرانية الجوية بعد الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية على أثر توقيع الاتفاق التاريخي في شأن الملف النووي. وإلى جانب مجموعة إيرباص، أبرمت إيران عقوداً لشراء طائرات من مجموعة شركة إمبراير البرازيلية، ثالث كبرى شركات صناعة الطائرات في العالم، وشركة ETR الفرنسية. وبحسب هيئة الطيران الإيرانية فإن طهران تحتاج إلى قرابة 500 طائرة تجارية خلال السنوات العشر المقبلة لتحديث أسطولها المتقادم المكون من 140 طائرة متوسط أعمارها 20 سنة.